أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج بسمة. إحنا اليوم موجودين في قلعة من قلاع فلسطين، هاي البلد المناضلة الشامخة الموجودة في محافظة رام الله. أبو فتحي، إحنا وين موجودين؟ نحن بيعار السلواد اللي فيها الناس الأجواد، سلواد من أحلى البلاد وحي الله السلوادي. أهل الكرم وأهل الجود الهادة ومن بنا نعود، معباي بزاهر وورود انتو رجال الحامية. مناتو خلينا احنا وياكم نزور سلواد ونزور أهل سلواد نتعرف عليهم. يلا بفتحي. كيف حالك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. نتعرف عليك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. شو اسمك؟ محمد سليمان. محمد سليمان. من أي بلد أنت؟ من سلواد. من سلواد. من سلواد. بتعرف تقولنا إيش عن سلواد؟ نعرف المشاهد على التلفزيون. والله أنا بقول لك عن أولادك. عن أولادك؟ خبرنا عن أولادك. ما شاء الله. عندي ثلاث أولاد. بس عندي ولد عاجز، يعني على الله، يعني ما في شيء، يعني بده حدا يساعده. ان شاء الله ان شاء الله ربنا بيخلي لك اياه. الله يسلمك يا عم. ان شاء الله. طيب شو اسم اولادك؟ اسمه واحد احمد وواحد عمر. احمد وعمر اثنين. انت قلت ثلاثه قبل شوي. لا اثنين. عندك ولدين؟ ولدين. الله يخلي لك اياه. وانا ومرتي بس. الله يعطيك العافيه ويعطيك الصحه. احنا بدنا نسالك سؤال لبرنامج التلفزيون اسمه بسمه، اذا بتجاوب على سؤالنا بدنا نعطيك جائزه. ابو فتحي اذا بتجاوبش هو بده يساعدك. يساعدك يعطيك خيارات عشان تعرف. بلد مشهورة في صناعة الصابون تعرفها؟ لا والله ما بعرف. أنا طيب. بعرف هذول السؤالات بس. طيب اسمع، رد على أبو فتحي، انتبه له شو بدي أقول لك. يمكن النابلسية ولا الأرض النابلسية أو نابلسها يا خيي، أو أعطيني منهن جواب. يلا شو بتتوقع الجواب؟ قال لك هو مدينة ذكر اسمها. نابلس. نابلس ممتاز. نابلس ممتاز. إن جاوبت معنا صح هاي جائزة مالية من برنامج بسمة، وهذا كيبون مشتريات من دواجن بلدنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. نتعرف عليك؟ نعم. نتعرف على اسمك؟ يوسف عصام. يوسف عصام. متجوز يوسف؟ آه. أبو إيش بكل ولد؟ أبو حمزة. كم ولد ما شاء الله عندك؟ أنا عندي ثلاث بنات وولدين. الله يخلي لك إياهم. بس في عندي واحدة مش حكى عندي بتشيش، بعالج فيها. إن شاء الله ربنا يشفي لك إياها، إن شاء الله ربنا يشفيها. قديش عمر هاي البنت اللي بتحكيش؟ 19. واحد عمرها 18، واحد 14، وواحد عمرها 5 سنين، وواحد 3 سنين. تعرف اسمائهم جميعهم؟ يلا ذكر اسمائهم. هيام. وبسمين. وجوري. وحمزه. وبهيم. ما شاء الله اسمائهم كلها بتجنن. الله يخلي لك اياها. نعم. بدنا نسالك سؤال لتلفزيون، لبرنامج التلفزيون. تفضل. سؤالنا بيقول نبي عليه الصلاة والسلام أكثر واحد ذكر في القرآن الكريم. تعرف شو اسمه؟ لا. أعطيه يعني. فكر. بعرف شكر أنا. طيب خلي هذا الزلمة معنا أبو فتحي. بضل يقول يا رب حداش يعرف الجواب، لأنه هو بيساعد اللي بيعرف. ساعدك. هسا بده يساعدك، بده يغني لك أغنية وأنت تعرف أنه النبي. عشان تاخذ الجائزة لازم تقول. لازم تجاوب. اسمع مني قبل تروح، انت اللي معلق بالروح، سيدنا موسى ولا نوح ولا اعطيني البيان. سيدنا نوح. طيب هسه هو قال لك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ولا سيدنا نوح؟ انت اخترت نوح. كيف رايك نقول موسى ناخذ الجائزة؟ لأنه إذا بتضلك مصر على نوح فيش جائزة. سيدنا موسى. سيدنا موسى. عشان تاخذ الجائزة لازم. هاي جائزة برنامج بسمة، هاي كوبون من مؤسسة دواجن بلدنا اللي في سلواد.
السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله بعد. قاعد فيها الشمسات ومبسوطة؟ طبعا. رمضان كريم. الله أكبر. بدي أكون جنبك فيها الشمسات. شو اسمك؟ اسمي حسن عبد الحي عيان. حسن؟ حسن عبد الحي عيان. أهلا وسهلا أخ حسن. كل عام وأنت بخير ومناسبة الشهر الكريم. الله يحييك ويبارك فيك. سرواد؟ نعم سرواد. أنت من سرواد؟ سرواد. تعرف ليش سموها سرواد؟ يعني عايش فيها من زمان المفروض تعرف. والله مش عارف. لازم تبقى تعرف، لازم تسأل حدا تقول له ليش سموها سرواد. وناس أهل سرواد يزعلوا عليك، صح ولا لا؟ يزعلوش. طيب قديش عدد سكان سرواد؟ هاي البلد كبيرة. ما يقارب من 10,000. 10,000. طيب بدنا نسألك سؤال برنامجنا، هذول بكدر دشي، حاولنا نعرف منك. نسألك سؤال برنامجنا عشان تأخذ الجائزة. بتعرف لنا قديش عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة. 114 سورة. وأنا جاي أبو فتحي بيقول يا رب ما يعرف، لأن هو حاب يساعدك، بس أنت عرفت إنها 114 سورة. ممتاز. وبتستحق معنا جائزة. وأنا بالمناسبة أحفظ القرآن الكريم كامل. ما شاء الله ما شاء الله. هاي جائزة مالية من بسمة، وهاي كوبون من دواجن، مؤسسة دواجن بلدنا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ حياك الله. شو أخبارك؟ الله يكرمك بخير. الحمد لله رب العالمين. تعرف عليك؟ حازم عبد القادر حماد أبو محمد. أخي حازم كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير وصحة وسلامة. إحنا في بلد سلواد. حياكم الله. بلد الصمود وبلد التحدي. نعم. وبلد المناضلة. شرفتونا. إحنا برنامج بسمة بدنا نسألك سؤال. نعم. لبرنامجنا عشان نعطيك جائزة، ولكن قبل السؤال بدنا تحكي لنا شوية صغيرة عن سلواد المناضلة. نعم. شو بتقول للمجتمع الفلسطيني عن سلواد؟ هي سلواد بلد المشايخ، بلد العلماء، بلد المجاهدين، بلد الأسرة، بلد الصمود. نوجه تحية يعني لأهل سلواد، من سلواد الصمود، سلواد البطولة. أكيد سلواد معروفة بنضالاتها ومعروفة بمقاومتها. نعم. للاحتلال. نعم. وقدمت العديد من الشهداء والأسرة. نعم. نعم. نيجي لسؤال برنامجنا. نعم. برنامج بسمة. نعم. سورة في القرآن الكريم لقبت بكلب القرآن. كلب القرآن. والله أعلم. البقرة. جوابك مش صح، ولكن في معنى الزجال أبو فتحي بده يساعدك، ومن خلال مساعدته بدك تعرف أنت شو هي السورة عشان تأخذ جائزتنا. يعني بدنا نعطيك خيارات. يلا خيارات يعني. نعطي خيارات. هيا فتحي بدي أعطيك الخيارات. أبو محمد يا نور العين انتبه علي، هين إما المطففين أو إما سورة ياسين وطول إجابة من القرآن. والله على وعلم ياسين. سورة ياسين. جوابك صح معنا إن شاء الله. استحقيت معنا جائزة مالية من برنامج بسمة. حياكم الله. وفي معنا كوبون مشتريات من مؤسسة دواجن بلدنا. كل عام وانت بخير. بخير. حياكم الله. ويعطيك الله أجركم ويجزيكم الخير. حلقتنا خلصت اليوم معكم من سلواد. قبل ما نغادر بدي أشكر أحد أبناء سلواد فاعلين الخير المغتربين اللي دعم هاي الحلقة. بدنا نقدم الشكر والتقدير لصندوق الإغاثة الفلسطيني لأبناء الجالية في أمريكا على ما بيقدموا مساعدات لشعبنا الفلسطيني. وقبل ما نغادر سلواد بدنا نسمع أبو فتحي كيف بده يشكرهم. أرس الواد شكرا للرعاية قبل ما أوصل خطوط النهاية. ختمنا هون حلقتنا معاكم وعطاكوا العافية وإلكوا الحداية.